باطل معالي الوزير باطل هشام انديل باطل محمد مرسي باطل هشام انديل باطل بلاء ابو عزيز باطل ارحال 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 هو يمشي مش هنمشي مش هنمشي هو يمشي يسقط يسقط حكم المرشد ووقفتنا دي النهارده عشان خاطر الثقافه المصريه مش عشان خاطر الدكتوره ايناس عبد الدايم او عشان خاطر اي حد، ولكن احنا حفاظا على الثقافه المصريه وحفاظا على التراث بتاعنا لان الثقافه جزء من ثقافتنا. فقرار الوزير كان قوي جدا وكان كل الناس ما استقبلتوش بشكل يريحهم نفسيا. فالنهارده وقفتنا دي عشان اول حاجه نرجع الدكتوره ايناس مكتبها وتفضل ان شاء الله متواجده رئيسة دار الاوبرا المصريه. محمد مرسي باطل مراري الوزير باطل بلاء ابو عزيز باطل يسقط يسقط حكم المرشد يسقط يسقط حكم المرشد باطل قرار عشوائي بلا اي حيثيات مش مفهوم ايه اللي مقصود بيه، ولكن طبعا يعني ترجمه لكل اللي بيحصل ان عمليه تجريف للثقافه وقيادات الثقافه ومحو هويه الثقافه. هو الاوبرا مشيكيه الاوبرا مشيكيه She's been doing a great job this year and they just want to change her to make the Muslim Brotherhood in control of every position in Egypt, especially the Minister of Culture, so starting from the Minister of Culture. I feel we have to be united with my Egyptian colleague to support this revolution against these people that has no culture at all.